بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدايا محرك 205، يسموه 205 جنيور، اللي هي بيجو 205. باش نعطيكم عليها شوية يعني شرح معلومات اللي يعني الأشياء الموجودة فيه. نبدأ هنا من قدام. هذه عندنا من هنا اللي هي بلاستيك كاتينا، كاتينا هي اللي هي الشين ديستريبيسيون كاتينا. عندنا هنا كروا هذه اللي هي السبتة العادية. عندنا هنا الدينامو اللي هو بتاع مولد الكهرباء. عندنا هنا الداخل تلقى مضخة الماء هنا. عندنا من فوق هذايا الغطاء نتاع البنطلية نتاع الاسسمو نتاع التكهات اللي هو نتاع الجلاس باب. عندنا هذايا مصب الزيت. عندنا من هنا هذا كل اكثر نتاع الادميسيون. عندنا هذا هنا مقياس الزيت. ننزلوا نقطة نلقوا عندنا الشكمون هذايا الخروج نتاع الدخان. عندنا هنا الفلتر نتاع الزيت. عندنا هنا من هنا الكابتير اللي هو حساس الكرنك. عندنا من هنا العلبة السرعة اللي هي البوات. عندنا من هنا هذا مكان الترموستات هنا موجود الترموستات المكان هذا. عندنا هنا حساس الحرارة. عندنا هنا اللي عملوا منه هذا بيرج للمحرك، وفما اللي يخرج فيه ديريت. عندنا هنا هذه هي بوبينة، هذه هي بوبينة، وتحت منها الديكو اللي هو نتاع المولد نتاع الكهرباء بالنسبة للسيارات البنزينة. وعندنا هنا بومبة البنزينة بحذاها. يعني هذا ما الحاجات الموجودين في الجهة هذه. نرجع للجهة هذه نلقوا فيها الكربراتور. الكربراتور هذا الستارتر نتاعو، الكربراتور هذا الكربراتور هذا الستارتر نتاعو، هذا الاكسيلاتور، هذا الكربراتور نتاع نتاع 205. هذا من الشمعات، اربع شمعات يجوا هنا اللوطه، اربع شمعات هنا. عندنا هذا فلتر نتاع الهواء، كل هذا فلتر كامل. عندنا هذا خراطيم نتاع الماء اللي يمشوا للشفاش، هذا مكان ندير منه خرج منه الهواء للماء. عندنا من هنا هذه علبه السرعه، هذوما التيجات نتاعها نتاع الفيتاس اللي هما. عندنا هنا هذا حساس العداد، كان قبل حساس العداد بالخيط مش بالكابل، مش بالكابتور، مش بالحساس. هذه عندنا كابل كونتور، كان يسموه كابل كونتور، مش حساس، يعني فيه تلقى فيه نطش تلقى فيه كابل هنا راكب كابل، هذا يسمى كابل كونتور قبل، يعني خيط عداد مش حساس. يعني الموديل هذا يجيب الخيط من هنا. عندنا هنا هذا هو الخيط يجي طويل يمشي يدخل حتى العداد في وسط السيارة. عندنا من هنا المضخة نتاع الماء من الخلف. عندنا هنا الديمارير اللي هو مشغل المحرك أو ستارتر. عند هذا يخرج دخول الماء وخروج الماء من وراء مضخة الماء. عندنا من اللي هو خروج الماء ماشي للشفاش. عندنا هذا الديريت نتاع السيرفو اللي هو يجيب الهواء من السيرفو. عندنا هذا خيط الماس اللي هو خيط السالب، يعني اللي هو ديما نقول عليه اللي هو خيط السالب نتاع اللي يربط ما بين الهيكل والمحرك، يعني هذا يسموه خيط السالب. عندنا هنا هذا حساس المرش الخلفي. وعندنا هنا بلف التبخير نتاع 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 علبة السرعة، بلف التبخير هذا يسموه بلف التبخير. هذا المكان هذا زايد هو فيه هي فيه المرش الخامسة اللي هو الفيتاس الخامس، هذه تجي هنا وحدها هنا. هذا ما كل هذه يجي هنا من هنا. عندنا هنا كما قلت لكم هذه بومبة البنزين. وعندنا هذا بلف التبخير نتاع الموتور. هذوما الحاجات اللي موجودين فيهم، اللي موجودين في المحرك هذا. طبعا هذا فلتر هواء كامل تسمى، هذا يسمى فلتر هواء كامل تسمى. هذا محرك بتاع 205. ان شاء الله تنفعكم الحركه هيك، والسلام عليكم ورحمه الله.